النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزئية بتاعة البروجكشن كنا بدأنا فيها. هنبدأ نكمل يعني الجزئية بتاعة البروجكشن، وهنتكلم برضو عن الترانزاكشنال، وهنتكلم برضو عن جزئية اسمها انتيتي جراف أو حاجة اسمها لود جراف. أو طبعا من خلالها بنقدر نأبديت في الإيه، في الفيتش تايب، في سواء بقى الليزي لود أو الإيجر لود. طيب إيه هو البروجكشن ده؟ البروجكشن قال لك بدل ما انت بتروح تريتريف الكويري كلها او تريتريف الانتيتي اللي عندك كلها، ممكن تكون الانتيتي دي فيها بروبرتيز كتير وفيها ريليشنز كتير جدا، فمش محتاج الكلام ده كله. فقال لك لا، انت ممكن تستخدم ايه؟ تستخدم بروجكشن. طيب ايه يا عم البروجكشن ده؟ قال لك ممكن تستخدم الانترفيس بيزد بروجكشن، تستخدم انترفيس كده وتبقى فيه مجموعة ميثودز بحيث ان هو يرجع لك الايه؟ البروبرتيز اللي انت محتاجها، بس بدل ما يروح يرجع لك كل الايه البروبرتيز يعني. او النوع الثاني ان انت تستخدم كلاس بيزد بروجكشن على حسب الايه الدي تي او او الكونستراكتور بتاع الايه بتاع الكلاس. خلينا الاول في موضوع الانترفيس. موضوع الانترفيس او البروجكشن يعني في الانترفيس، كل الموضوع قال لك ان انت ايه بيروح يجنريت الكويري بناء على الانترفيس اللي انت ايه اللي انت مديهوله. طب الانترفيس ده بيكون عباره عن ايه؟ بيكون عباره عن مجموعه من الايه الميثودز باسماء البروبرتيز اللي موجوده في الايه اللي موجوده في الكويري، تمام. طيب دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انت ممكن يكون الانترفيس ده جواه انترفيس تاني، بحيث ان انت ممكن تبقى محتاج يعني مثلا عندك عندنا مثلا هنا، لو جينا نبص مثلا هنا الانتيتي مثلا بتاعت الامبلوي، جواها مثلا البروبرتيز بتاعت الامبلوي بالاضافه الديبارتمنت، تمام. فممكن يبقى عندك انترفيس جواها اكتر من ايه، او محتاج تعمل بروجكشن لاكتر من حاجه. يعني محتاج اولا تسلكت مجموعه بروبرتيز معينه من الامبلوي، بالاضافه ان انت برضو محتاج تسلكت مجموعه بروبرتيز تانية من الايه من الديبارتمنت. بالنسبة للبروجكشن، احنا كنا استخدمنا البروجكشن المرة اللي فاتت برضو، استخدمناه مع الميثود دي. قلنا ان احنا مثلا لو محتاجين ميثود يعني كاستم كويري مثلا بالشكل ده، ملهاش اصلا اي علاقة ملهاش اي علاقة بالانتيتيز اللي موجودة عندنا، فساعتها مثلا ممكن نستخدم ايه بروجكشن بالشكل ده، بحيث ان البروبرتيز اديله مثلا اسم البروبرتيز. احنا ساعتها عملنا اسمها اتش ار ستاتستيك بروجكشن، وقلنا له في مجموعه ميثودز كده اللي هو جيت الامب كاونت، جيت الديبت كاونت، جيت كذا، تمام. وفي الكويري حطينا اسم الايه البروبرتيز او الكولومز الالياس يعني بتاع الكويري بنفس اسماء الميثودز، فقدر يعمل لها ايه، يعمل لها مابينج ويرجع لي الايه الداتا. طيب ايه تاني ممكن استخدمه في البروجكشن؟ زي ما كنا بنتكلم، انا دلوقتي عندي الانتيتي بتاعت الامبلوي. طيب الانتيتي بتاعت الامبلوي فيها حاجات كذا حاجه، فيها مثلا طيب فيها مثلا الاي دي، فيها الفيرست نيم، فيها اللاست نيم، فيها السالري، فيها مثلا اليوزرز، الديبارتمنت، فيها ريليشن ما بين يعني ما بين انتيتيز تانية زي الديبارتمنت واليوزرز وكده. ممكن اكون انا محتاج ارجع بيانات الايه الامبلوي بس، مش محتاج ان انا ارجع بيانات الديبارتمنت ومحتاج ان انا ارجع بيانات اليوزر. فساعتها المفروض استخدم بروجكشن بحيث ان هو يروح يجنريت الكويري على حسب الايه، على قد الداتا اللي انا محتاجها، بدل ما يروح يجنريت كويري كبيره جدا وفيها حاجات كتيره جدا انا مش محتاجها. لا، يروح يجنريت الكويري على قد الايه، على قد البروبرتيز بس اللي انا ايه اللي انا محتاجها. فاحنا بنتكلم ان انا دلوقتي لو قلت له حطيت له الامبلوي في الريترن زي ما احنا عاملين بالشكل ده كده او بالشكل ده مثلا، فساعتها هيروح يريترن ايه، هيريترن بيانات الموظف، او هيروح يجنريت الكويري على حسب الانتيتي اللي موجوده اللي هي دي كده. فهتلاقيه بيروح يسلكت الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم واللاست ابديت والسالري، وبيروح برضه يجنريت الايه الكويري بتاعت الديبارتمنت والكويري بتاعت الايه بتاعت اليوزر. فهيروح يحط لك ده كله في الايه في الكويري. طيب انا لو محتاج مثلا الاي دي والنيم، فيعني خلاص يعني مش محتاج بقى اروح اجيب الحاجات التانية، او محتاج مثلا الفيرست نيم واللاست نيم،
بس بتاع الموظف، مش محتاج اي دي ولا محتاج حاجه. فساعتها المفروض يروح يجنريت الكويري على حسب الايه اللي انا محتاجه. طيب خلينا كده نيجي هنا. نعمل مثلا انترفيس. طيب الانترفيس ده خلينا نحطه في باكج كده اسمها بروجكشن، تمام. وخلينا نقول مثلا امبلوي بروجكشن. طيب امبلوي بروجكشن ده احط فيه مجموعة ايه بروبرتيز كده انا محتاجها. اقول له مثلا يبقى انا عملت كده مجموعه ميثودز في الايه في الانترفيس بنفس اسماء الايه البروبرتيز اللي انا ايه اللي انا محتاج اعمل لها ريتيرن. طيب البروجكشن ده هرجع بقى للايه للريتيرن بتاعي. فممكن اجي هنا بقى اقول له بدل ما تريتيرن الامبلوي، لا انا محتاج ريتيرن امبلوي بروجكشن. اعمل له امبورت هنا employee projection. طبعا محتاجين نعدل بقى في السيرفيس، فهنيجي هنا في السيرفيس بدل ما هو بيريتيرن employee، لا هقول له return employee projection. و الكنترولر خلينا نتأكد كده من الكنترولر فلتر، محتاجين ال employee فلتر هنا بيريتيرن في الايه في response entity على طول، بيريتيرن الايه البروجكشن على طول. طيب خلينا كده نريستارت. طيب لو جينا بقى ننادي على الميثود بتاعت الفلتر، طيب هتلاحظ ان يعني مبدئيا ايه يعني رجع لك على قد الداتا اللي انت محتاجها، دي حاجة. الحاجة التانية هتلاحظ ان هو راح عمل جنريت للكويري على قد الحاجة المفروض اللي احنا محتاجينها. هنا عمل سيلكت للاي دي والديبارتمنت اي دي كاونت، طيب هو كان المفروض يسلكت الحاجة اللي احنا محتاجينها بس الـ ID والـ Name. طيب بس عموما يعني على الأقل يعني على أسوأ الاحتمالات إن هو ما عملش جوين، يعني ما راحش مثلا عمل لي جوين مع الـ Department، عمل جوين مع الـ User، لا هو في الآخر راح عمل سلكت للإيه للـ Depart أو الـ Employees بس. طيب فاحنا عموما يعني في البروجكشن بتاع الانترفيس يا اما ان احنا بنستخدمه في ان احنا محتاجين نسلكت حاجات معينه، فالمفروض يروح يجنريت الكويري على حسب الحاجات اللي احنا مدينها له. بس الحاجه الثانيه ان احنا محتاجين نمابه مع كاستم كويري، يعني كاستم كويري بالشكل ده كده ما عنديش اصلا انتيتي ولا عندي حاجه بتريفير للحاجات دي، لا ده دي كاستم كويري زي ستاتستيك كويري كده. فساعتها بستخدم معاها الايه يعني بكتب الكويري اللي انا محتاجها وبديله الايه البروجكشن بحيث ان هو يماب الايه الحاجات دي مع البروجكشن، ما اضطرش ان انا مثلا اروح اعمل له انتيتي او ان انا يعني امابه الانتيتي او كده. طيب المفروض ده كده اول نوع من البروجكشن. خلينا نبص طيب على النوع التاني من البروجكشن وهيبان معانا الحتة دي اكتر او الجزئية دي اكتر. النوع التاني من البروجكشن ان انت تستخدم الكونستراكتور. طيب فالمفروض هنيجي كده على الامبلوي مثلا وهاجي هنا اجنريت كونستراكتور، جنريت كونستراكتور يوزنج فيلد، واقول له مثلا انا محتاج الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم. ده كده في الكونستراكتور.
اخد ده بس كده. طيب خلي الكونستراكتور هنا، اشيل دول كده بحيث يبقى انا الديفولت كونستراكتور موجود، والبارامتر البارامتر كونستراكتور الاي دي والفيرست نيم واللاست نيم. تمام. طيب هرجع تاني للريبوزيتوري، خلينا كده اقفل الحاجات دي عشان ما اتلخبطناش. طيب هنرجع تاني للريبوزيتوري، احنا كنا هنا في الامبلويز مستخدمين الامبلوي بروجكشن. لا انا هقول له هستخدم الانتيتي بتاعتي عادي. تمام، دي حاجه. الحاجه التانيه، بدل ما هروح اسلكت الامب كده على طول، لا انا هروح استخدم الايه الكونستراكتور بتاع الامبلوي، فهقول له نيو امبلوي. تمام، اشيل بقى ده كده وهقول له امب دوت الاي دي، اباصي بقى الايه الفاليوز، وهقول له سيلكت الامب دوت الفيرست نيم والامب دوت اللاست نيم فروم كذا. يبقى بدل ما كنت بقول له سيلكت الامب على طول، لا انا بسلكت ايه حاجات معينه من جوه الامبلوي. دي حاجه. الحاجه التانيه ان انا بباصي الحاجات دي للكونستراكتور بتاع الايه بتاع الامبلوي بالشكل ده كده. طيب لو جيت اسيف، طبعا هنحتاج نعدل السيرفيس تاني. خلينا كده نريستارت. طبعا الحاجات التانية رجعت معايا نل، لأن أنا طبعا إيه بقية البروبرتيز يعني موجودة، بس رجع لي الإيه عمل سيلكت للحاجات دي. تعالى كده ل الكويري اللي عمل لها جنريت، هتلاحظ إن هو عمل جنريت للحاجات اللي أنت محتاجها بس، اللي هو الأي دي والفيرست نيم واللاست نيم فروم الإيه الإمبلويز. طبعا ما عملش بقى جوين مع الإيه مع ال مع الحاجات التانية اللي أنت إيه اللي انت مش مستخدمها. يعني انا مش محتاج مثلا الديبارتمنت، مش محتاج الامبلوي. تمام، فساعتها ما عملليش جوين. يعني عشان تشوف الفرق برضو، تعالى ايه نرجع تاني كده، يعني نشيل ده كله ونقول له سيلكت الامب بس عشان بس يبقى الفرق واضح، وتعالى نريستارت. طيب تعالى كده ايه نكلم الكويري. طيب تعالى كده بص بقى على الكويري اللي عملها جنريت، اتلاحظ ان هو بيسلكت ايه بيسلكت كل حاجة. هنا from الامبلوي بيسلكت كل البروبرتيز بتاعة الامبلوي، هنا بيروح يسلكت الكاونت. تمام، يعني من بعض المشاكل كمان اللي كانت ممكن تقابلنا، هو هنا ليه ما ضافش الديبارتمنت؟ سيلكت الديبارتمنت، سيلكت. تمام، يعني في اوقات طبعا بتلاقيه راح عمل لك جوين مع الايه مع اليوزر، لو انت استخدمت اي حاجه من جوه اليوزر بتلاقيه مثلا عمل لك ايه جوين مع يعني بتلاقيه عمل لك جنريت لكويريز تانية لو انت ايه بتسلكت كذا حاجة تانية يعني. طيب تعالى كده احنا ممكن هنا عشان بنقول له سلكت الامبلوي، ممكن نجرب حاجة تانية برضو. طيب ايه تاني اللي معانا؟ ام ديبت مثلا، فايند باي ديبارتمنت اند ام وكاونت embedded delete insert. ماشي، find by department دي مثلا اللي بيروح يعمله. ماشي، هنا بيرجع list of departments اهي. find by department
زعلان ليه؟ بارامتر مش موجود. ماشي، واحد موجود اهو. ديبارتمنت واحد، كنترولر ديبارتمنت كذا، بارامتر فاليو 1 دوت نوت ماتش اكسبكتد تايب. ماشي. احنا هنا بنقول له فايند باي ديبارتمنت، المفروض نقول له بقى اي دي. فايند باي ديبارتمنت اي دي عشان ننادي على الكويري دي. واضح ان مفيش موظفين اصلا. في موظفين اهو في ديبارتمنت واحد. احنا طبعا غيرنا الايه، غيرنا اسم التيبل. طبعا اصلا احنا مش شغالين هنا خالص، يعني احنا شغالين على السكيمة التانية. احنا شغالين على السكيمة دي بتاعت صقلية عشان الايه، الناس اللي هنا يعني. طيب خلينا كده ديبارتمنت، فين ديبارتمنتس، ديبارتمنتس اصلا ما فيش لان احنا حذفناه. اتش ار طيب، جينا مثلا في الأكتورز ده الديبارتمنت اي دي واحد 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 واحد. فايند باي ديبارتمنت ماشي. طيب هنا طيب تلاحظ هنا ان هو عمل ايه، ان هو طبعا عمل جوين مع الديبارتمنت بحيث ان هو راجع لك بيانات الايه، بيانات الاداره. وطبعا لو في داتا بقى يعني بترجع، مثلا لو اليوزر ده مثلا في داتا فهتلاقيه مثلا عمل جوين مع اليوزر، لو عمل كذا فساعتها يعني بيجنريت الكويري على حسب الايه، على حسب اللي انت ايه مستخدمه. فطبعا على يعني كل ما تروح تسلكت الحاجه اللي انت محتاجها بس كل ما بيكون افضل. يعني ما ينفعش مثلا تروح تسلكت استريكس سلكت كل حاجه. لا يعني حاول مثلا، يعني موضوع البروجكشن ده مهم جدا وانت شغال، بحيث ان انت تروح تسلكت الحاجه اللي انت ايه، اللي انت محتاجها بس. كنا بنتكلم في الجزئيه بتاعه البروجكشن، فهنا في البروجكشن يعني في سبرينجر وزاتري قال لك انت ممكن ايه تستخدم الانترفيس بروجكشن، وممكن تستخدم الكلاس بيزد بروجكشن، يعني بحيث ان انت تحط البروبرتيز بس اللي انت ايه، اللي انت محتاجها، وتسلكت الحاجه اللي انت محتاجها بس. طيب عندنا هنا بيقول لك في نوعين من الايه، من الانترفيس بروجكشن. في حاجه اسمها كلوزد بروجكشن وفي حاجه اسمها اوبن بروجكشن او انترفيس كلوزد بروجكشن. و خلينا نقول انترفيس عشان ما يبقاش بروجكشن ده بشكل عام كده. يعني في انترفيس كلوزد بروجكشن وفي انترفيس اوبن بروجكشن. الكلوزد بروجكشن هنا بيقول لك ان يعني اسماء البروبرتيز بتكون هي هي البروبرتيز اللي موجوده في الايه، في الانتيتي اللي عندك. يعني انت مثلا بتقول له فين البروجكشن بتاعنا، البروجكشن اللي احنا عملناه
راح فين؟ اهو بالوي بروجكشن مثلا. هنا بتقول له اسماء البروبرتيز اللي موجوده هنا، هي نفس البروبرتيز اللي هتبقى راجعه من الايه، من الكويري، فساعتها بيعمل لها مابينج اوتوماتيك، خلاص مش محتاج ان انت تعمل كاستم مابينج. انما الاوبن بروجكشن يعني بيقول لك خلاص انت ممكن تحط اي اسم بروبرتي، يعني مثلا بتقول له مثلا بدل ما تقول له سيلكت، بدل ما تقول له مثلا جيت النيم، هتقول له جيت الفول نيم. تيجي مثلا هنا في البروجكشن ده هتقول له مثلا string get الفول نيم، بدل ما انت بتقول له جيت الفيرست نيم واللاست نيم، وده دول اصلا طبعا بروبرتيز موجوده، فلا بتقول له جيت الايه، جيت الفول نيم. طب الفول نيم دي اصلا مش موجوده جوه الانتيتي، تمام؟ بس المفروض بيقول لك هتستخدم حاجه اسمها ايه، اسمها اد فاليو انوتيشن، يعني بتاع اد فاليو، بحيث ان انت ايه تباصيله الفاليو دي. طيب خلينا نشوف كده هو كان استخدم ازاي. closed projection ماشي، هنا بيقول لك يعني بتستخدم target ماشي، فين الانترفيس بتاعنا. طيب بتستخدم annotation كده اسمه add value. add value ده اصلا annotation جوه spring برضو، بتعمل له import من تحت spring factory dot annotation. طبعا add value ده يعني مستخدم في ايه، في كذا حاجة يعني، بس عموما يعني هنا في البروجكشن بيقول لك ان انت بتستخدمه عشان تماب الفاليو اللي موجودة جوه الانتيتي مع الفاليو اللي موجودة جوه الايه، جوه البروجكشن. فانت هنا مثلا بيقول له select، او بيقول له هات لي التارجت دوت الفيرست نيم، طبعا لازم يكون نفس الاسم اللي موجود بقى هناك، والتارجت دوت اللاست نيم، وده كده الاوبن بروجكشن. يعني بيقول لك انت البروجكشن ده كده ايه، انت حط بقى اسماء البروبرتيز اللي انت عايزها، واستخدم في اد فاليو الايه البروبرتيز، بحيث ان انت تماب الايه البروبرتيز اللي موجوده في السيلكت، او اللي راجعه لك يعني بالبروبرتيز اللي انت ايه هتحطها، او باسم الميثود يعني اللي انت هتحطها هنا. طيب تعال نستارت كده، تعال كده نتست الحته دي. هنا employee filter send، فين بقى الفول نيم؟ احنا طبعا ماشي محتاجين طبعا نغير الريترن هنا. تمام، هتلاحظ ان الفول نيم جالك بالشكل ده، وجالك الايه الفيرست نيم واللاست نيم. فده كده هو البروجكشن ده اللي بيسموه ايه، الاوبن انترفيس بروجكشن يعني. فهنا يعني بتستخدم البروبرتيز اللي انت ايه محتاجها، وبتدي له في الايه، في الانوتيشن ده الفاليوز اللي انت ايه بتعمل لها مابينج. طيب نرجع تاني نكمل. طيب يبقى احنا عندنا كده نوعين من البروجكشن زي ما قلنا، اللي هو الانترفيس بيزد بروجكشن، يا اما الايه الكلاس بيزد بروجكشن. وقلنا الكلاس بيزد بروجكشن ده ان انت المفروض يعني بتعمل يعني الانترفيس او الكونستراكتور يعني بتاع الكلاس، بحيث ان انت ايه تماب الكونستراكتور مع او تماب البروبرتيز يعني اللي انت بتسلكتها من الكويري مع الايه، مع الكونستراكتور، بحيث ان هو يروح يسلكت الحاجات اللي انت محتاجها بس.